الكميات القياسية والمتجهة. يعني ايه يا استاذ كمية قياسية ويعني ايه كمية متجهة؟ حاجة بعتتك تجيب 2 كيلو بطاطس، قلت لها انا جبت 2 كيلو بس خلاص. ايه ده انت وقفت ليه؟ لاني فهمت اللي انا قلته. لما بروح للراجل بقول له هات لي 2 كيلو بيقول لي خد 2 كيلو. رحت الراجل التاني قلت له عايز 2 كيلو تفاح، اداني 2 كيلو تفاح عادي. الراجل بيفهمني مجرد ما اقول له مقدار الحاجه اللي انا عايزها، يعني مجرد ما اقول له القيمه بتاعت الحاجه اللي انا عايزها الراجل بيفهمني. انما لما اجي الراجل اقول له قوتي 50 نيوتن يقول لي استنى كلامك ناقص، انت لازم تقول لي في اتجاه كوكب، في اتجاه مركز الارض. وزي ما هناخد النهارده الازاحه لازم تقول لي في اتجاه كذا، يعني لما اجي اقول لك انا مشيت 50 كيلو واسكت في الازاحه تقول لي غلط، وهعرفك يعني ايه ازاحه دلوقتي. لما اجي اقول لك سرعتي المتجهه ب 70 كيلو متر على الساعه واسكت تقول لي غلط، انت لازم تقول الاتجاه. انت عايز تقول ايه؟ خلاصه الكلام في شويه كميات فيزيائيه، كتله وعجله وسرعه و و وغيره، حاجات كتير. اوقات بنحتاج المقدار فقط، وفي الوقت ده بنقول فهمت اللي انت عايزه. فنقول ان انا عندي كميات قياسية يكفي معرفتها مقدارها فقط، وعندي كميات متجهة يلزم لمعرفتها مقدارها وايه واتجاهها. طب ما تديني امثلة، يعني انا عايز اثبت اللي انت قلته ده صوت وصورة، يعني فهمني اللي انت بتقوله ده سهل. هقول لك انا هقارن دلوقتي ما بين حاجتين مهمين جدا عشان احاول افهمك يعني ايه قياسية ومتجهة، وهي المسافة وهي الازاحة. الحاجة قالت لك روح هات لي حكلي ب 10 جنيه بيض. قلت لها من العندي قبل العندي، ادي البيت، ادي المنزل، وادي اسواق التوفيق. لا مؤاخذة يا محمد. كله تمام يا محمد؟ طبعاً كله بعمل شهرة دعاية. مصطفى الغفلول الحاجة قالت له روح هات لي ب 10 جنيه بيض. المسافة بين بيت مصطفى وعم علي ما تكملش 3 دقايق. والله ما تكمل 3 دقايق. ولكن مصطفى ازاي؟ الاول لازم اروح البلاي ستيشن بتاعه بص ابص بص، وبعد كده يا استاذ اطلع شويه اروح البلياردو او اروح البنج اللي عند جنب عم علي، وبعد كده اروح اسواق التوفير اجيب البيض. جاب البيض ما يرجعش بقى على طول يعني منه للبيت، يقول لي لا كان في عيل معاه سيرف على ترابيزه البلياردو على ترابيزه البنج، يقول لي لازم اشوف هو عمل ايه وكسب كام كام، يرجع تاني لترابيزه البنج او ترابيزه البلياردو عشان يتفرج على الرجاله. الواد بيعمل سيرف، الكوره جت في البيض بيضه اتكسرت. طب قسما بالله يروح للحاجه هتروق عليه. طب بدل ما كان مثلا 5 بيضات ولا كانوا 6 بيضات بقى 4، يمشي الدنيا ويروح؟ ما يروحش، لازم يروح لمين؟ لعمر. لازم يروح بلاي ستيشن عمر. ليه يا مصطفى تروح؟ يقول لك اصل انا لقيت الواد علي عبد الجواد بيلعب ماتش بلاي ستيشن وكان خسران 5-0. يروح يلاقي علي بيتخانق مع الولد بعد ما تعادلوا 5-5 وحالف 100 يمين انه ما يلعبش معاه ضربات جزاء. يقول له يا عم انا ما بلعبش ضربات جزاء والماتش كان على النحاس. طبعا مصطفى راجل صاحب رجوله وراح صاحب شهامه ومروءه، داخل يسلك او مش يسلك، داخل يضرب الواد الثاني عشان هو صاحب علي يعني. المهم اول ما دخل يا استاذ بالسلام قام جاي البيت كله متكسر. داخل خناقه ومعاه كيسه فيها بيض. ايه اللي حصل يا استاذ؟ رجع المنزل. انا وانت متوقعين اللي حصل له في المنزل ايه؟ مش هتكلم عن اللي حصل له في المنزل. الله اعلم بقى ايه اللي حصل له. اللي هو عمله ده هو بسميه ايه؟ بسميه مسار فعلي لحركه الجسم. يبقى جسم مصطفى هو بيتحرك، المسار الفعلي بتاعه اللي حصل بسميه باسم مسافه واختصارها فيه. ولكن يا استاذ لو كان مصطفى خد خط مستقيم ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية ساعتها كان عمل إزاحة. وخلي بالك أنا عامل على المسافة سهم، يعني مسافة وسهم بسميها إزاحة لأن هحتاج اتجاه. وزي ما أنتم عارفين في الاتجاهات من الدراسات شمال جنوب وشرق غرب، دي الاتجاهات الأصلية، وفي اتجاهات فرعية شمال شرق وشمال غرب وهكذا. إذا يا أستاذ علشان الراجل المحترم ما مشيش في خط مستقيم كان عمل مسافه، طب لو كان مشي في خط مستقيم كان عمل حاجه اسمها
ايوه يعني ايه اللي انا استفدته من ده؟ هقول لك، هو المسافه اللي خدها من بيته للسوبر ماركت ومن السوبر ماركت للمنزل، المسافه اللي مشيها كام؟ مشي 50 متر مثلا. ولكن لو كان مشي من البيت لحد السوبر ماركت ومن السوبر ماركت للبيت كان يا دوبك هياخد 30 متر. ايه ده؟ في معظم الاحيان المسافه بتكون اكبر من الازاحه. هو ممكن المسافه تساوي الازاحه؟ ولكن في الطبيعي في معظم الحالات المسافة بتكون أكبر من الإزاحة. طب متى المسافة تساوي الإزاحة؟ لو كان مصطفى مشي في خط مستقيم، أو لو كان مشي في اتجاه واحد. يبقى لما أجي أقول لك متى تتساوى المسافة والإزاحة؟ عندما يتحرك في خط مستقيم. إزاي أقدر أجيب الإزاحة؟ هنعرف، لأن عندنا أشكال هندسية هنتكلم عليها دلوقتي. طب مش دي الموضوع، لما اجي اشوف اتجاهي اشوفه منين؟ قال لك احسب اتجاهك من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. يعني لما اجي اقول لك يا أستاذ من هنا لهنا، أقول لك اتجاه مصطفى، أقول لك شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب؟ غرب. ينفع حد يجي يقول لي من المنزل للسوق أو للسوبر ماركت راح في اتجاه الشرق؟ غلط. أي اتجاه بحسبه، بحسبه منين لمنين؟ من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. من نقطة بدايته لنقطة نهايته. طيب قول لي بقى اشتغل على المسافه والازاحه ازاي؟ اذا المفروض الازاحه دي لو هجيبها في المساله هتقول له 30 متر في اتجاه الغرب، وما كتبتش كلمه اتجاه الغرب تبقى في نص الدرجه. طب لو انا عايز اجيب مسافه وازاحه، قال لك عندك شويه اشكال هندسيه. ممكن تشتغل بمربع، ممكن تشتغل بمستطيل، ممكن تشتغل بمثلث، وممكن تشتغل باهمهم وهي الدايره. لان دي اللي فيها اللعب كله. لو انت شغال بمربع فانا عارف يا استاذ من الرياضة ان كل الضلوع متساوية او كل الاضلاع متساوية. يعني لو الضلع ده بخمسة يبقى ده خمسة، يبقى ده خمسة، يبقى ده خمسة. ولو انت شغال في مستطيل فانت عارف ان كل ضلعين متقابلين متساويين. ولو انت شغال بمثلث وبالذات لو كان قائم فاحنا هنحتاج ان احنا نشتغل بنظريه فيثاغورس. تعالى يا استاذ نشتغل من الف لب لج لد ونشوف اللي هيحصل. ادي الاتجاهات بتاعتي وبرده هنا من الف لب لج، وتعالى نشوف المربع. استاذ ده هو بخمسة سنتي، اقول لك من عيني، والراجل مشي من الالف للب للجيم للدال، تعرف تقول لي خد مسافه كام؟ تقول لي خد مسافه 15 سنتي. ليه؟ لانه مشي من الالف للب بخمسه، ومن الب للجيم خمسه، ومن الجيم للدال خمسه. في عينيكم خمسه. مشي كام؟ خمسه 15. استاذ نعم، عايز اعرف الازاحه. الازاحه الخط المستقيم اللي ما بين نقطه البدايه ونقطه النهايه، ومقدارها هو اقصر خط مستقيم. فين اقصر خط مستقيم بين نقطه البدايه والنهايه؟ الف دال، صح؟ استاذ عايز تحسب الازاحه؟ الازاحه بتساوي شويه ده هم من الالف للدال. طب مش ده بيساوي ده بيساوي ده بيساوي ده؟ يبقى يا استاذ الازاحه 5 سنتي في اتجاه الغرب. طيب الراجل هنا مشي من الف لب لج لدال لالف، يعني بدا من الف ولف لفته ورجع لالف. قال لك ده اهي من الف لب 3 سم، ومن ب لج 7 سم. اذا انا وانت عرفنا ان ج دال ب 3 وان دال الف ب 7 برضه، وطلبت منك المسافه 3 و7 و3 و7 20 سم، وطلبت منك الازاحه. اقصر خط مستقيم من نقطه البدايه ونقطه النهايه. اقصر خط مستقيم من نقطه البدايه ونقطه النهايه. فين نقطه البدايه؟ الف. فين نقطه النهايه؟ الف. فين الخط المستقيم؟ مفيش. اذا يا استاذ الازاحه تساوي متى تكون الازاحه بصفر؟ عندما تكون نقطه البدايه هي نفس نقطه النهايه. يعني يا استاذ لو نقطة البداية هي نقطة النهاية، في الحالة دي ازاحتك تكون كام؟ متى تكون الازاحة بصفر؟ عندما تكون نقطة البداية تساوي نقطة النهاية. لازم الخبط. استاذ امشي من ألف لب لج، ألف 4 متر وب ج 5 متر أو ب ج 3 متر. استاذ
هات لي المسافه اقول لك من عيني. مش انا مشيت من الف لبي ومن ب لجيم، مشيت 7 متر. استاذ احسب لي الازاحه بتاعتك. اقصر خط مستقيم صح من الالف للجيم ده هوب كام يا استاذ؟ فيثاغورس صح؟ وده الوتر؟ ربع واجمع وهات الجاز. ربع واجمع وهات الجاز. اربع مين؟ اربع الاربعه واربع الثلاثه تطلع جذر 25 5 متر. اسكت كده غلطان والله العظيم غلطان واجابتي ناصر. انا اتجاهي كده صح؟ ده جنوب ايه ده؟ غرب او جنوب غرب. طيب اهمهم 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 لو انا في دايره يا استاذ هنعمل يا استاذ حاجه بسيطه جدا تلخص حوار الدايره ده. تعالى يا عم لخصه معايا. هقول لك احنا مشينا هنا قد ايه واقول لك القانون المستخدم في المسافه والقانون المستخدم في الازاحه. خلي بالك يا استاذ الدايره لما باجي بتحرك فيها نص دايره ربع دايره ثلاث ارباع الدايره كلها المسافه بتختلف عن الازاحه. ولكن يا استاذ في الدايره بالذات لو طلبت مني مسافه وانا مغمض لازم اجيب محيط الدايره. لازم ما ينفعش يا استاذ تشتغل في اي مسافه للدايره بدون ما تجيب محيط الدايره. هات معايا محيط الدايره. استاذ القانون من الرياضه 2 باي 9. ايه ده يا استاذ يعني الرقم اللي يطلع من ده احطه في اي حاجه؟ اقول لك لا استنى انا اوقات هقول لك عايزين نمشي دايره كامله او الدايره الكامله دي معناها بقى دوره كامله لف لفه كامله زي ما يقول او الف نص دوره او ربع دوره او يا استاذ تلات ارباع دوره. تعالى نرسم رسمه يوضح اللي احنا عايزينه استاذ. اهو يا عم يعني بدات من الف ومشيت لحد ب والجيم وبص لفيت اللفه كلها ورجعت الالف. اقول لك يا باشا لو مشيت الدايره كلها يبقى وانت مغمض مسافتك بتساوي 2 باي 9. طبعا هبقى مديك في المساله النق وهتنسى. اقول لك مثلا ب 3 سم ب 3 متر باي رقم 2 باي نق. طب ازاحته كام؟ استاذ انت اصل نقطه البدايه هي نفس نقطه البدايه. نقطه البدايه الف لفيت لفيتي ورجعت الالف ازاحتي صفر. طب لو مشيت نص دايره اقول لك لا استنى نص دايره اجيب 2 باي نق عادي. في طالب يعني ايه نص دايره الاول؟ بص كده يعني يا استاذ مشيت من الالف للب للجي بس يعني مشيت الشويه ده. تقول لي ممكن اجيب 2 باي نط واسيبه على 2 او باي نط اللي هو الاثنين هتشيل الاثنين صح؟ براحتك كده انت جبت المسافه. طب الازاح عايزين اقصر خط مستقيم. فين يا استاذ اقصر خط مستقيم؟ اهو. طب من الالف للجيم مش في نقطه في النص كان اسمها المركز؟ يعني ده نق وده يبقى 2 ايه؟ يبقى لو اديتك ده ب7 يبقى الازاحه 14 وعلى حسب اتجاهك في المساله. طب لو مشيت ربع دايره هرسم هنا اهو دايره وهرسم هنا اهو دايره. يعني لو مشيت من الالف للب وبس مشيت الشويه ده اهو استاذ 2 باي نق عادي ولكن اقسم على 4 كده انا جبت مسافه. طب هات لي الازاح اقصر خط مستقيم يا استاذ. فين الخط المستقيم اللي اقصر حاجه؟ ما بين الالف والب صح؟ طبعا ده هو نق بثلاثة مثلا وده طبعا نق برضه بثلاثة لان الاثنين جايين من عند المركز صح؟ استاذ نق ونق ده العلاقه الزاويه بينهم عمودي زاويه 90. اقول لك يبقى هشتغل بنظريه تسمى نظريه فيثاغورس. ربع واجمع وهات ربع 3 زائد مربع 3 واجيب جذر. طب لو 3 ارباع يعني مشيت من الف رحت الب رحت الجيم ورحت الدال مشيت شويه ده كله ادي الاتجاهات يا استاذه بس مشيت لحد هنا مشيت ده اهو كله كل ده اهو مشيت
اقول لك ماشي. مش انت عايز يا استاذ نجيب المسافه؟ اقول لك اه. والاثنين باي نق، والرقم اللي يطلع اضربه في 3 على 4. استاذ ازاح يا عم، هو مش في خط من هنا وخط من هنا؟ تقول لي اه. في خط ما بين الالف وما بين الدال، مش بينهم زاويه قويمه؟ تقول لي اه. والرقم لو هنا ب5 يبقى هنا ب5. اه. اقول لك هات لي برضه حاجه اسمها ايه يا عم؟ تصور. هات يا استاذ مربع ده ومربع ده وشكل. بس ده الدرس الثاني. طبعا في حاجه في السرعه المنتجه، ثواني، بتاعت الشيتا كمان. السرعه في منها نوعين. تاني؟ اه تاني. في سرعه بنسميها سرعه قياسيه، وسرعه اسمها سرعه متجهه. يعني ايه سرعه قياسيه؟ دي السرعه اللي احنا شغالين بيها اصلا. سرعه قياسيه دي السرعه اللي انا شغال بيها، اللي هي من اول الترم، اللي هي السرعه بتساوي مسافه على زمن. يبقى بس انا هدلعها واقول لها هي قياسيه. يبقى ده يا عم مسافه على زمن. هل محتاج اي اتجاه؟ محتاج اي حاجه؟ لا. طب استاذ يعني ايه سرعه متجهه؟ عايزه اتجاه، صح؟ يعني يا استاذ لو عايز تجيبها لازم تقسم ازاحه على زمن. اذا لو الازاحه بصفر في مره تبقى السرعه المتجهه صفر. طب اتجاه السرعه المتجهه هو اتجاه الازاحه. يعني لو ازاحتك في المساله شرق يبقى هي شرق، ازاحتك في المساله غرب يبقى السرعه المتجهه غرب، وهكذا. اسرع الحيوانات هو الشيت. والطياره يا استاذ لو بتمشي في نفس اتجاه الرياح وقود اقل وزمن اقل، لان كان الرياح شايله الطياره وبتمشيها. ولو يا طارق انا ماشي عكس اتجاه الرياح، فساعتها يا استاذ الرياح هتبقى ضدي، هاخد وقود اكتر وهاخد زمن اكتر، وطبعا سرعتي تقل. حد فيه حاجه؟ بس كده.